ثورة يوليو والفنان إسماعيل ياسين. لعمرو صابح إعداد محمود عمر. الفنان الكبير إسماعيل ياسين كانت له شعبية كبيرة قبل ثورة 23 من يوليو 1952. وبعد الثورة وخلال تفكير قادة الثورة في زيادة شعبية الجيش، تم اختيار إسماعيل ياسين للقيام بسلسلة أفلام عن أسلحة الجيش حملت اسم الفنان الكبير. وبعد النجاح الجماهيري الكبير لتلك الأفلام، قدم إسماعيل ياسين مجموعة أفلام عن الشرطة أيضا حققت نفس النجاح. إسماعيل ياسين كان ضيفا دائما في حفلات أعياد الثورة. في عام 1954 لعب إسماعيل ياسين بطولة فيلم الأنسة حنفي، عن قصة شاب يتحول لفتاة، وقد نجح الفيلم جماهيري. وفي عام 1906 عندما بدأ التفكير في إنتاج فيلم سكر هانم، كان إسماعيل ياسين هو المرشح لبطولة الفيلم في الدور الذي لعبه الفنان عبد المنعم إبراهيم، ووافق على الدور فعلا. ولكن عندما وصل النبأ للرئيس جمال عبد الناصر، طلب من المسؤولين عن مكتبه الاتصال بالفنان إسماعيل ياسين، ونقل رسالة الرئيس له أنه لا يحبذ قيامه بدور نسائي مرة أخرى، خاصة بعد بطولته لسلسلة الأفلام عن الجيش. تقبل إسماعيل ياسين وجهة نظر الرئيس عبد الناصر ورفض الدور، وكان هو الذي رشح الفنان عبد المنعم إبراهيم للقيام بدور سكر هانم. بأفول عقد الخمسينيات من القرن الماضي وبزوغ عقد الستينيات، بدأ عصر المضحكين الجدد في مصر. فؤاد المهندس، عبد المنعم مدبولي، محمد عوض، عبد المنعم إبراهيم، أمين الهنيدي، ثلاثي أضواء المسرح. وترافق ذلك مع أفول نجم إسماعيل ياسين، فبعدما كان يشارك في بطولة عشرات الأفلام سنويا في الأربعينيات والخمسينيات، لم يعد عليه طلب في السينما، وإن كانت فرقته المسرحية ما زالت تعمل وتقدم عروضها في مسرح التلفزيون. لم يكن الفنان إسماعيل ياسين مواظبا على دفع الضرائب، ولما كان شديد الإسراف في حياته، فلم تتوفر معه الأموال اللازمة لسداد الضرائب المستحقة والمتراكمة عليه لسنوات عندما طالبته بها مصلحة الضرائب. في عام 1970 حجزت مصلحة الضرائب على الفيلا التي يسكنها الفنان إسماعيل ياسين في حي الزمال، ومطعم الفول والطعمية الذي يمتلكه بوسط مدينة القاهرة، وسيارته الخاصة حتى يسدد الضرائب المتراكمة عليه. قام ابنه ياسين بإبلاغ صديقه خالد جمال عبد الناصر بما حدث لكي يخبر الرئيس عبد الناصر. عندما علم الرئيس سمح لإسماعيل ياسين وأسرته بالسفر للعمل في لبنان من أجل أن يتمكن إسماعيل ياسين من تسديد الضرائب المستحقة عليه، وبينما إسماعيل ياسين يستعد للسفر، توفى الرئيس جمال عبد الناصر وشارك إسماعيل ياسين في جنازته كما قام برثائه. ثم سافر إسماعيل ياسين إلى لبنان، وهناك شارك في العديد من الإعلانات والأفلام السينمائية، كما قدم المونولوجات في المسرح والنوادي الليلية، وجنى الأموال مجددا. في عهد الرئيس أنور السادات، قام الكاتب الصحفي موسى صبري، والذي كان مقربا من السادات كما كان صديقا للفنان إسماعيل ياسين، بإخبار الرئيس بمشكلة إسماعيل ياسين مع مصلحة الضرائب. أمر السادات برفع الحجز عن ممتلكات إسماعيل ياسين، كما أمر موسى صبري أن يرسل لإسماعيل ياسين في لبنان يخبره بأمر الرئيس له بالعودة لمصر. في شهر فبراير عام 1972 عاد إسماعيل ياسين لمصر، وأخبره موسى صبري أن الرئيس السادات قرر تكريمه في عيد العلم القادم عن مجمل أعماله. في 24 من مايو 1972 داهمت الفنان إسماعيل ياسين أزمة قلبية أنهت حياته قبل أن يتم تكريمه.
لم يمت الفنان إسماعيل ياسين معوزا أو فقيرا باعتراف أسرته، ولكنه مات حزينا لأفول نجمه الفني، وبسبب وفاة صديقه ورفيق كفاحه الفني المخرج فطين عبد الوهاب في 12 من مايو 1972 قبل وفاة إسماعيل ياسين ب 12 يوما. لم يكن الرئيس جمال عبد الناصر معاديا لإسماعيل ياسين، بالعكس كان داعما له، كما كان ياسين إسماعيل ياسين صديقا مقربا لخالد جمال عبد الناصر ويزوره في منزله.